بسم الله الرحمن الرحيم. ورشتنا اليوم حول الامتحان الإلكتروني طلبة الدراسات الأولية under graduate، وتتضمن ثلاث نقاط أو محاور. المحور اللي هو الدخول والملاحظات الدخول، وأيضا فتح الكاميرا، وعندنا المحور الأخير اللي هو كيفية الإجابة على النماذج. صراحة احنا في كلية التربية استخدمنا نموذجين، فالمستخدم النموذج الأول راح نشرح عليه، والمستخدم النموذج الثاني أيضا راح نشرح عليه إن شاء الله. فهسه اليوم عن النموذج الأول إن شاء الله. فبالبداية ندخل إلى الجوجل كروم، والفتح مال الصف الإلكتروني راح يكون عن طريق الجوجل كروم وليس عن طريق الابليكيشن بالابو ستور او غيرها من الابليكيشن اللي تعرفونها. مثلا الصف الالكتروني هذا موجود، انا عند الصف الالكتروني لو تلاحظونه، لكن انا ما راح افتحه منه، راح افتحه من الجوجل كروم حتى استفاد من كل الاكستنشن او البرامج الاضافيه للجوجل كروم. نبدي بتسجيل الدخول. راح ندخل على الحساب، تدخل على حسابك رسمي طبعا، وسجل الدخول، وندخل على الحساب الرسمي للجوجل. دخلنا هسه راح نلقي الجوجل ابليكيشنز او برامج الجوجل، هن ذن المربعات الموجودة في جانب الصورة لحسابك، نضغط عليهم. بعد الضغط راح نبحث على الكلاس روم، كلاس روم راح نلقيه بالاخير. هذا الابليكيشنز موجود بكل تفاصيله، راح يطلع لك كل الصفوف الالكترونيه اللي انت منضم لها او مكونها، طبعا اما منضم لها او مكونها. فهسه ندخل على الصف الالكتروني اللي انا مسوي تجريبي مثلا، اللي هو هذا. دخلنا على الصف الالكتروني، راح تلقي بالبداية اكو رابط للميت اللي هو التصوير، ويتم عن طريق مراقبة الطالب، وندخل عليه. ندخل على الميت، انفتحت الكاميرا، راح تنفتح والمايك. تغلق الكاميرا والمايك قبل ما تنضم، تتأكد بأنه مكانك صحيح، ويعني اللبس الرسمي للطالب، وتنضم سوى انضمام للاجتماع. بعد ما تنضم تطلع هاي المعلومات. هاي المعلومات اللي هي معلومات المشاركة، منين نستفاد من عند هذه؟ هذه ناخذ هذا الرابط، هسه راح نأشره لكم. هذا الرابط مفيد طبعا، اللي هو ميت، هذا الرابط اللي فوق. meet.google.com/cdi، يعني حسب الرابط اللي عندك. هذا سجله بورقة عندك، خاف يعني في بعض الأحيان بأنه تختفي الرابط هذا، يختفي او يصير عندك مشكلة في المراقبة، او يعني هواي امور، او تريد تفتح هذا الرابط من موبايل ثاني على مود المراقبة او حاسبة. هذا الرابط راح يربطك مباشرة مع التدريسي او المراقب الموجود في القاعة الامتحانية. الرابط قلنا جدا مفيد، وتاخذه اما تكتبه او تستنسخه، وتاخذ له صورة وتذهب الى الجوجل كروم مرة ثانية اللي موجود بغير موبايل، وتفتح هناك. راح يتم عملية دخولك الى القاعة الامتحانية او مراقبتك، يعني راح يحس بيك المراقب. هذا المفتاح على مود الحضور اللي وياك والمراقب والطلاب اللي وياك. هذا المفتاح هنا تقدر تكتب اي رسالة
مثلا حتى لو اسمك، مثلا اسمك تكتبه دليل على حضورك، سجل حضورك وتضغط علامة الإرسال، راح تذهب إرسال دليل على حضورك وتواجدك في الصف. هذا بالنسبة للمراقبة. الخطوة الثانية أو الجانب الثاني اللي هو الأخير، اللي هو كيفية الإجابة عن النماذج. إحنا قلنا أكو نموذجين، النموذج الأول راح تشوفونه هذا النموذج، نموذج واحد راح نفتحه. انفتح نموذج واحد بالبداية، أول صفحة يتساوي فيها كل النماذج اللي هي معلومات خاصة بالطالب، مثل اسم الرباعي، هنقول الاسم الرباعي سجلنا، الدراسة مثلا صباحية أو مسائية، الصف يا صف مثلا، حالة الطالب هل هو حالي لو عبور، يعني هاي المادة اللي جاي امتحنها، اسم المادة يلقي هنا اسم المواد يختار المادة مالته، هنا رقم بطاقة الجنسية تختار منها فقط الرقم، والرقم لازم يكون باللغة الإنجليزية، يعني دير بالك مو بالحروف العربية أو الأرقام العربية العفو. تضغط على نيكست أو التالي حسب تعريب موبايلك، تلقي الأسئلة هنا، تلقي الأسئلة وتلقي خيارات الأسئلة جوا. إذن أنت الأسئلة تقرأها وتجاوبها في ورقة خارجية، تكتب مثلا أولا هو باء، ثانيا هو مثلا أليف، ثالثا مثلا جيم، رابعا أليف، خامسا أليف. إذن سجلتها في ورقة خارجية، ترجع للنموذج تختار حسب الاختيار مالتك، مثلا أولا قلنا شنو باء، بعدين أليف، بعدين باء، بعدين أليف، بعدين أليف. تنتهي الاختيارات مالتك، تروح للصح والخطأ هنا، لأن هو النموذج مقسم إلى نوعين من الأسئلة، أسئلة اختيارات من متعدد وأسئلة صح وخطأ. فهسه احنا اختيارات من متعدد خلصناها، ننتقل إلى صح وخطأ. صح وخطأ نفس الحالة، الأولى مثلا صح سجلها بورقة، الثانية خطأ، الثالثة صح، الرابعة صح، الخامسة خطأ. مثلا تجي هنا تختار الأولى صح قلنا، الثانية خطأ، الثالثة صح، وذن خطأ اثنينات، اختارينا خطأ اثنينات. إذن سجل إجاباتك بورقة وبعدين تنزلهن على الملحق بالخطأ والصح أو الاختيارات متعددة. هنا هل أنت متأكد من إكمال الإجابة؟ إذا قلت له نعم يستمر بصبمت أو إكمال الامتحان، أو تقول له كلا فراح يدزك على أسئلة نفسها، يراجعك على أسئلة نفسها إذا قلت له كلا. فإذا قلت له نعم، أوكي نعم، يوديك إلى الصبمت أو الإكمال أو إنجاز الامتحان، تسوي له